بعد الإيقاف اللي صار في الدوري رجع بشكل غير مقبول يمكن الشارع الرياضي أو الجمهور نادي الرفاع الشرقي، وين المشكلة؟ أنا بروحي ما بعرف وين المشكلة. والله إحنا مبراضين لكن إحنا مجتهدين إن شاء الله ونتعلم من أخطائنا حق الموسم الجاي، واللاعبين والله مو مقصرين والجهاز الفني مو مقصر. والله الاستقرار المالي كان يعني باجتهاد سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة رئيس النادي، وهو اللي وضع هذه الخطة المالية، والحمد لله صادنا استقرار بفضل الله، يعني احنا مرتاحين منه. اما على الجانب الفني احنا صادت تعثرنا بسبب الجائحة، الوقفة هي اللي عثرت نتائجنا فتضررنا منها نوعا ما على الجانب الفني. تضخمات في الميزانية هل تتضح ان اخر شيء يكون المستوى الخامس؟ والله احنا ما كان طموحنا المستوى الخامس الأمانة، احنا كنا في المنافسة، كنا يعني مركز ثالث. باذن الله ان شاء الله معزمين ان الموسم الجاي يكون بشكل مختلف. الخلافات اللي يمكن بدأت تظهر في الساحة مؤخرا في نادي الرفاع الشرقي، هل اثرت على اداء نادي الرفاع الشرقي في هذه الجولة؟ اي خلافات؟ ما في خلافات. احنا صادتنا يعني خلينا نقول مشاكل داخلية فنية هي اللي ابعدتنا عن المنافسة نوعا ما. خلافات بين اللاعب محترف مع مع المدرب، وشفنا المشادة هذه طبعا امامنا كجمهور. هذا امر وارد في كرة القدم، يمكن بحكم طبيعة المباراة وانفعالاته تصير بين المدرب واللاعب. شنو شيخ الامور الداخلية اللي صارت؟ والله يعني امور طبيعية تحصل في كل دوري وكل فريق، واجتزناها الحمد لله. مستقبل الكابتن مريان عيد مع نادي الرفاع الشرقي. كابتن مريان عيد لا زال مع الفريق وما في اي تغيير. تغيير مساعد المدرب. بعض الخلافات اللي بدنا نسمعها في الساحه الرياضيه هل اثرت فعلا على اداء الرفاع الشرقي؟ هذه الشغله انا ما اقدر اتكلم فيها، يعني هذه قرار طلع وما اعتقد ان انا اقدر اقول لك شنو فيه كان بخصوص تغيير المدرب ساعه المدرب. كابتن مريال عيد لا زال مع الفريق وما في اي تغيير في اخر ثلاث جولات تم تبديل المدرب مع المدرب فلورين. كابتن فلورين مدرب معروف ومدرب بطل، يعني كان في الاردن سواء في الكويت في البحرين بطل الدوري سابق، فبيجيب ويا ذي الخبرات بينقلها حق الفريق. مدرب معروف عنه انه يحب الانضباط ويحب الالتزام 100%. اعتقد ان الرفاع الشرقي محتاج مثل هالامور. هالكلام خلاني افكر، ما اعرف اذا في رساله مبطنه، بس لطالما الشرقي يحتاج الحين مدرب منضبط ويحب الالتزام، فمريان شلون كان؟ والله بالعكس، يعني الفتره اللي كانت مع كابتن مريان كانت فتره ايجابيه مثل ما قلت لك، وكنا يعني كنا في المركز الثالث في فتره طويله، لكن من بعد فتره الكورونا الفريق صار تراجع شوي مستوى. يقولون غرفة الملابس هي اللي أطاحت المدرب مريان عيد، أنت كنت مساهم وياهم؟ من قال لك ذي الكلام؟ لا مستحيل، هاي الشيء ما فيه. يعني بتقول لي الشارع الرياضي كله بيتبلع عنه؟ لا مستحيل، يعني ممكن في أندية، يعني ما أعرف، بس يمكن يعني في نادي الرفاع الشرقي مثل ذي الأمور ما تصير، يعني ما تحصل. وكانت في مشكلة عودة واضحة في الفريق، الفريق كان عاجز عن التسجيل، الفريق كان يستقبل أهداف كثيرة، فقدنا أبرز مميزاتنا كانت في الموسم، كنا أكثر فريق يخلق فرص، أفضل فريق يلعب كرة قدم، أكثر معدل تمرين كان نادي الرفاع الشرقي، هذه كلها راح بعد التوقف. بروحه هو اللي قدم استقالته وهي دليل يعني. تكلمت أنا مع الكابتن مريان عيد، كان يقول إنه يعني ما يقدر يقدم الإضافة اللي كان يقدمها، وأنا تفهمت موقفه. ممكن لأن عبد الله الدوسري تم يعني عقب ما يعني استقال تأثر هو؟ لا ما لا يعني لأن أربط الموضوعين ذلك بعض. ما أعتقد أتفق مع هالكلام، لأن أصلاً بطبيعة الحال كل المواضيع مربوطة ببعض، وسواء بناخذ هالكلام اللي سمعناه على محمل الجد أو لا، أكيد لها الموضوع رواية أخرى من طرف مريان.